ماذا تعرف عن وثائق بنما؟ حقق الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين وتحالف دولي من وسائل الإعلام في الكنز الدفين من الوثائق المعروفة بوثائق بنما، التي تزعم وجود شبكة سرية تشمل المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلاقات تجارية بين عضو لجنة الأخلاقيات في الفيفا، وأشخاص وجهت إليهم تهم الفساد. أولاً، لماذا تلقب بوثائق بنما؟ الوثائق المسربة التي تعود إلى 4 عقود وبلغ عددها أكثر من 11 مليون وثيقة، يزعم اتصالها بشركة محاماة في بنما موساك فونسيكا. ويقول الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين أن الشركة ساعدت في إنشاء شركات وهمية سرية وحسابات خارجية لعدد من ذوي النفوذ وقادة الدول والسياسيين البارزين. هل من الواضح وقوع أي اختراقات للقانون؟ لا تشير الوثائق بالضرورة إلى أنشطة غير قانونية، لكن الشركات الوهمية والحسابات الخارجية يمكن استخدامها لإخفاء أصل المعاملات المالية والملكية. وتشمل الملفات أشخاص وشركات وضعتهم الولايات المتحدة على القائمة السوداء بسبب تهريب المخدرات وصلاتهم بالإرهاب، وفقا للاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين. تتحدث الوثائق عن 12 من قادة العالم الحاليين أو السابقين، و128 سياسيا وموظفا حكوميا، وفقا للاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، بالإضافة إلى مزاعم تتعلق بالمقربين من بوتين، رغم أن الرئيس الروسي نفسه ليس مذكورا بالاسم في أي من الوثائق. تشمل الوثائق أيضا الفيفا، وتتهم رئيس الوزراء الأيسلندي سيغموندور ديفيد غونلوكسون بوجود علاقات له من خلال زوجته إلى شركة خارجية لم يفصح عنها بشكل صحيح، في حين يزعم أن الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري لم يكشف عن صلات له بشركة في سجل أصوله. ماذا تقول شركة موساك فونسيكا؟ تأسست شركة موساك فونسيكا قبل 30 عاما بعد اندماج شركتين بنميتين، أحدها بإدارة رامون فونسيكا والأخرى بإدارة المهاجر الألماني يورجن موساك، وأصبحت متخصصة في مساعدة العملاء على فتح شركات لهم خارج دولهم. ولدى الشركة 40 مكتبا حول العالم، عدد منها في الصين، حيث تقدم عبرها خدمات متنوعة من تولي مسؤولية إصدار التراخيص التجارية والتصاريح الجمركية، وإدارة الثروات ومسائل الهجرة إلى تسجيل اليخوت والطائرات الخاصة. وقالت الشركة في بيان حصلت CNN على نسخة منه: رغم أننا ضحية لعمليات سرقة معلومات، إلا أنه لا شيء مما رأينا في هذه الوثائق المحصلة بصورة غير قانونية تقترح أننا كنا نقوم بأمر خاطئ أو غير قانوني. هذا يثبت أننا حافظنا على سمعتنا التي بنيناها على مدى 40 عاما الماضية، حيث قمنا بأداء الأعمال بصورة قانونية وصحيحة، وسنقوم بكل ما في وسعنا للتأكد من أن المسؤولين عن هذا الخرق سيمثلون أمام العدالة. كيف حصل الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين على هذه الوثائق؟ قدم مصدر مجهول للوثائق إلى صحيفة دوتشه ستايتونغ الألمانية، التي أعطت نسخة منها إلى الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، وتشمل المؤسسات الإعلامية الأخرى التي نشرت تقارير عن الوثائق: بي بي سي وذا جارديان وماكلاتشي. شبكة CNN لم تستطع التحقق بصورة مستقلة من التقارير، وتسعى للحصول على تعليق من أبرز الشخصيات المذكورة في التقارير والمنتشرين في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا والأمريكيتين. ومن جانبه، أخبر رئيس الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين جيرارد رايلي، أخبر شبكة CNN أن مصدر الوثائق هو شخص واحد، قائلا في مقابلة مع الزميلة كريستيان أمانبور بأن مجموعة الوثائق في المقام الأول حصل عليها صحفي ألماني من مصدر مجهول. قال إنه قلق مما لاحظه في الوثائق، وبقي مجهولا لأنه كان قلقا على حياته إن كشفت هويته، وبالطبع لأنها تطال عددا من الشخصيات ذوات النفوذ.